عند عرس شو عشوة ايش السيارة القوية دي؟ يخرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الأساطير. رجعنا لكم اليوم في حلقة جديدة، الحلقة رقم 8 من سلسلة تختيم انشارتد 4. أتمنى الحلقة تنال على إعجابكم وتستمتعوا بالمشاهدة، لكن قبل تخشوا تشاهدوا وتستمتعوا صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، وكالعادة جري على الثلاجة جهزوا سناكاتكم ومشروباتكم عشان تصير المشاهدة أكثر متعة. لن طول عليكم بالكلام حبايب قلبي، إذا كنت جديد معي في القناة معكم أخوكم أحمد من قناة أحمد أوزو جيمز. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك الأسطوري اللي زيكم، وإذا ما كنتم مشتركين اشتركوا عشان تنضموا لعائلة الأساطير يا أسطوريين. طيب نبدأ الحلقة. طبعا تذكير بسيط من أحداث الحلقة السابقة، وصلنا مدغشقر وصار في شوية غشنا كده وقربع، إذا ما شاهدتوا الحلقة تلاقوها ظاهرة في حرف الآي في ركن الفيديو. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. اتفرق سام ونيثن عن بعض، كل واحد راح في اتجاه، عشان اخر لغز قال لنا انه في برجين مهمين لازم نبحث فيهم. دحين احنا وصلنا للمدينة هذه، نشيك على البرج اللي موجود. قابلتي يا ساتر كلامكم كثير. اشتري تفاح يا شكرا جزيلا يا سيدي، تمتع بالتفاح، اخبر اصدقائك. التفاح مفيد للصحة يا جماعة الخير. برج، لكن يا صالي انه قرد الليمور، تعال القى. ايوه ليمور، كنت ناسي اسمه في الحلقة السابقة يا جماعة الخير. يا صالي اخذ التفاحه. حرامي. ايش بتطبخي؟ صابون انت ولا ايش؟ ايش الزحمه هذه؟ طيب وصلنا للبرج دحين، خلينا نشوف ايش اللي مغلق لنتسلل للداخل. اوضحت هذا بكلمه لنتسلل. غلبة برا، غلبة غلبة ولا لا 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 لا، هرج كثير. هاي انظر تلك النافذة هناك مكسورة. طيب اقترح العبور من هنا. سيفلح هذا. ايوه الطريق طويل للاسفل. أنت بخير في الخلف؟ حافظ على سرعتك وسأحافظ على سرعتي. على الأقل لديك مشهد رائع. حلو، طيب هندخل البرج دحين يا جماعة الخير. يا ساتر خلينا نشوف ايش اللي هيواجهنا. ما لدينا. طيب اوكي، البرج اللي على شعار الميزان. الأبراج الأخرى. إنه في منتصف المدينة. قد يجعل إخراج الكنز أكثر صعوبة. كل شيء في وقته، لا داعي لجذب الانتباه لأنفسنا. ستكون أول مرة. صح، لو كان الكنز هنا كمنصة الخريطة. عما نبحث إذن؟ سؤال وجيه. نفس الشعار اللي كان موجه لنا في اللغز اللي كان في الحلقة السابقة يا حبايب قلبي، شكل الميزان وشكل الشوكة حق الترايدنت حق بوسايدن أعتقد. لكن خلينا نشوف هنا إيش فيه. والله المكان عليه ايش؟ ابغى اقول المكان باين عليه مهجور، المكان عليه باين مهجور، ولا عكست الجملة. المهم خلينا نشوف ايش الهرجة. وال ايش ده؟ ان هذا برج ساعة طويل جدا. برج ساعة. هذا صحيح. اوكي طيب هذه بوصلة اللي على الارض. ساوث ايست نورث ويست، شمال شرق جنوب غرب. طيب اوكي
ماذا تعتقد؟ أيوة إيش؟ أقرب رجل مع إبريق كبير رموز الأبراج الملكية. منظر الأسد والثور أربع علامات وأربعة أجراس في الأعلى هناك. هذه الأشياء في الوسط الأرضية تبدو كأمثال. دعني فلندق الأجراس. أوكي هذا لغز. كيف نطلع؟ كيف نطلع دحين؟ يبدو أننا في البرج الصحيح. اتصل بنا. تغطية سيئة في هذه المدينة. لا داعي للانتظار. طيب إحنا كيف رح نطلع بالدرج المكسر هذا؟ ها وكيف الطريقة؟ كيف الطريقة؟ والله ما أدري، أحس صوت اللعبة مرة عالي. طيب كيف احنا دحين رح نطلع؟ اوكي خطاف، انا نسيت ان معاي خطاف. طيب سلق. اوه شيت، اكيد رح تعود. فين رح تروح يعني بالمنظر اللي احنا فيه ده؟ امسك امسك امسك، نقصت بدري انا. يوه يا ويلي، غير معقول. انظر الى هذا يا صالي، الساعة لا تزال تعمل. نعم لقد لاحظت، والان كسرنا المكان. تتعرقل داخل تلك التروس اكيد. طيب اوكي اوكي، من منصة لمنصة. الله يستر، المكان مرة عالي شكله. أيوة أيوة صح. لا لا مو أيوة مو أيوة، ولا شوية. كيف نطلع؟ طيب إيش هذا؟ خليها لما ينزل مرة واحدة شكله، بعدين نطلع. أيوة أيوة أيوة. اوه يوه ايه يا لطيف. اوه شيت، انت بخير. اوه شيت، معلش يا جماعة، باين على الفيديو هيكون في دوشة كتير لانه على حسب المكان اللي انا فيه. لا انا بخير صدقني. طيب ايوه نوصل نوصل نوصل. ايوه حلو. دقيق اوكي، شكله ترتيب معين على حسب ما نفك اول مره اللغز، العقرب، بعدين الدلو، بعدين الاسد، بعدين الثور. هذا الترتيب. والله برضو في دوشه، معلش عاد تحملونا عاد الحلقه كده عاد جات. معلش يا جماعة يا ابني. طيب العقرب أول شيء، هذا هو العقرب. وراهن وأنا إيفري من العقرب. يا ساتر يا نيت، لقد أفلح ذلك. إيش أخليه خمسة يعني ولا إيش؟ نتحرك للتالي. طيب العقرب خلصنا منه، نقزنا نقزة متهورة، جينا نتهور مرة تانية. أيوة هننزل نزول طبيعي أحسن. بلاش تهور الحين. الدلو الدلو أشخاص متفاوض. اقول بس لا تقول خزعبلاتك هذه. حسنا هذا عال حقا.
طيب يصير باقي الأسد، نرجع نطلع فوق. بس كيف راح نرجع نطلع تاني؟ آه الأسد الجهة التانية. دقيقة، من هنا معقول؟ طيب ايوه اضحك على اللعبه شويه. حلو 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 حلو، رجعنا للاسد مره ثانيه. الاسد وعدته من برج الاسد. ايش اللغز السهل ده؟ يا الهي، في الاخر راح تطلع من هنا ادانيك خربانه. لقد فتح قفل الاسد. معلش وطوا الصوت شويه يا جماعه عندكم، عشان ايش دوشة. اوكي كيف دحين اطلع لفوق؟ اطلع لفوق. يا ساتر، في شيء طاح، شفته؟ اوه واو واو. ها هذا ما كان بيتحرك اول. ايوه ايش النقزه دي؟ ايش النقزه دي؟ ايوه اشعر بغثيان من جد. اوكي الطريقه. ايوه الحمد لله، الحمد لله. يا صالح هل اتصل سام؟ اي سماع. إنه بخير في الغالب، ربما نسي شحن هاتفه. هو وقته تدور على شاحن دحين. أحتاج سدادات أذن. على آخر لغز تبغى سدادة إذن. إيه لقد أفلح. أيوة شعار إيفري. وظهر رمز إيفري في الأرضية. شعار إيفري. يعني كل شيء. لا شيء. مهلا، هناك جرس كبير في القمة. مهلا، سأصعد. الله يستر. الدرج ده مو مطمني. الدرج ده مرة مو مطمني. ايش رسمت؟ اوكي. نطلع للجرس اللي فوق زي ما هو مرسوم على ما اعتقد انه نتعلق فيه، بس والله الدرج ده مره ماني مرتاح له. انقز انقز. ايوه بس عشان ايش؟ عشان اضمن اني اوصل. ايوه الهرجه كلها، الدعوه كلها تنقيز في تنقيز. طيب سكتت الساعة. ايش بك متهور يا احمد؟ ايش في؟ ليش تتهور؟ هذا مشهد. طيب والله هو مشهد حلو صراحة. كيف 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 الطريقة؟ إن كانت عقارب ساعة على صف واحد فسأعبر. طيب وكيف هتكون على صف واحد؟ دقيقة من جد أصلا بديهي. أوكي أوكي دقيقة، يمكن إذا حركنا هذا. أيوه بس خلاص، سيب 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 بس. حلو حمامة. لا 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 لا. اوه يا ساتر، اسف. ترى تطيح على راس احد تحت، ما احنا ناقصين مشاكل. اوكي ايوه
يا شيخ حركات توم برايد. طيب اوكي هناك عند الخطاب طبعا. اوكي ها لا هذا الخطاب اللي شعلقنا فيه قبل شويه كنا نطلع هنا طالما السور مكسور. اطلع ها انت ده يوه يا عمي ايش المخاطر اللي في المكان هذا. خلينا نشوف يمكن في شيء يتلقط. لو انك تجري بس يا نيثن نرتاح من العذاب هذا. امل ان تكون بخير يا سام. ان شاء الله هو بخير بخير. يا سلام على المنظر. طبعا في اللعبة انا لا اكون هنا لان انا عندي دوار ارتفاعات صراحة. على طول هتلاقيني كلك على تحت. حسنا يا صادق طيب. وصلت. ايش يقول؟ هذا سيكون في غاية الصخب. سدوا أذانيكم يا جماعة يا ساتر. كسرنا الدنيا خربنا المكان. آسف انكسر المقبض. سأقرع الجرس. خايف على نفسه. هو جاب لك صورة القرد المتعلق ده. ها نحن ذا. ايوه طن طن. ايوه متنا 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 متنا. يا ساتر يا ساتر يا لطيف. كيف ايوه اوكي ايوه صح كده. يا ساتر يا ساتر. وي 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 ها يا ربي ها يا قلبي. دمرنا المكان يا ساتر. تبا على الاقل فتحت الباب. هذه طريقه للقيام بالامر. بخير لا اعرف بعد. والله ما اعرف والله ما اعرف. لنرى ماذا يخبئ لنا. اقسم بالله قلبي جاي يوقف مع الفجعه لان هو ضحك ضحكه تسليكيه لنفسه. يقول لك ايوه الشيب وداها يقول لك ظهري. اوكي انظر العملة تريدها؟ بالتأكيد ولم لا. لنرى ماذا هنا. لنأمل ان نعثر على اكوام من الذهب والجواهر. سام اخيرا انت بخير؟ فتشت برجي لم اجد شيئا. نعم نحن في المكان الصحيح. تحرك الى هنا. انت جاد؟ حسنا انا قادم. إنه قادم. جيد. حلو دحين راح يجتمع معانا سام كمان عشان يكمل الفريق ونكمل تفتيش زي الناس. طيب. صالي. يلا تعال دف معايا. سبقتني فين؟ أنا اللي سبقتك. واو. هنري ايفري وتوماس تو. ايوه ما في غير كده. هنري ايفري وتوماس تو. طيب ايش هذا اللي قدامنا؟ ايوه الشعارين حقانهم هنري ايفري وتوماس تو. طيب خلينا نشوف ايش الهرجة. المؤسسان مؤسسة ماذا؟ فوندرز. هذه رموز ايفري وتو ولكنها مختلفة قليلا. نعم عليها انماط النجوم. طيب
هذا لغز دحين تاني كمان، لغزين في نفس الحلقة. حلو. إنها تدور، ما الطريق الذي ستسلكه؟ دقيقة أقدر. أوكي أوكي، هذا يمين. والله ما أدري إيش قاعد أسوي، ما أنفك شيء. ألو، طيب أوكي، هنجرب كده ونجرب كده. آه وات. طيب انكشف كمان ثلاثة رموز. نعم، انتظر قليلا. هذا الرموز اللي شفناها في الابراج. ادم بولدريدج اند بوني و اند بوني. طيب هذه ما ادري، احس انه ما عليها نجوم، هذا ما هي مكتملة. رأيي ان نرى اين يقود ذلك الباب. من جد أعمل في العثور على كنز. أنت وأنا. مو لحالك يا سوليفان. كنت محقا، بولدريدج، بوني وكوندنت. رائع، لكن لماذا هم هنا من الأساس؟ إحنا هذا بولدريدج. إيش بشكلك طري كده؟ ها، كان شعر بوني أحمر. نعم. آه بنت هذه. في علامة هنا زي اللي شفناها في المربعين حق توماس تو هنري إيفري. انظر للنجوم، إنها كالتي على رموز إيفري وتو في الغرب. لسه كنت بقول كده. سجلها عشان إيش. طيب كوندنت. صحيح، كان كوندنت يعرف باسم بيلي وحيد اليد، لقد صنع واحدا. مقطوع يده. طيب نمط آخر للنجوم. نعم، ولكن هذا مختلف عن الأول. نعم صحيح، أحسنت. شكرا لك، أنا لست مجرد وجه. واضحة كده. حلو. طيب الألغاز إيش بقى سهلة كده. رموز إيفري وتو اصطفت النجوم على هذه، هتذكر؟ هذه ستصطف أيضا. طيب حلو حلو. ما ادري بس حط دحين. اوكي بس خلاص، واضح واضح واضح. دقيقة خلينا ايش نسويها من هنا وخلاص نخلص منها. هنحط هذه، واضحة خلاص، والله اللغز مرة واضح. ندوره كده. ايوه هذا الشكل النهائي هيكون اعتقد. نسوي الحركه دي هناك ونشوف هل هتفلح معانا ولا مش هتفلح. هتفلح ولا مش هتفلح. طيب هذا تدويره يمين، هذا شمال. شمال دقيقه خلينا نشوف. لا مو الشمال، على قفل الحصان، وهذاك عند رجوله. طيب كده كده بس. هي كل شويه راح تنكشف لي الغاز جديده ولا اذا. ايوه صح، نسيت درجة 12 برج هم 12 قرصان. انهم لا تعرف. كان عدد القراصنه كبيرا جدا. نحن عالقون. ايوه هي 12 قرصان. هل ستستعين بصديق؟ تقريبا سأراسل أخي. طيب هنشوف ايش اللي طلع في الغرفة الثانية دي. هناك أتعرف، هذه لوحات جميلة حقا، قراصنة جدد. نبيعها لمتحف ما لنعثر على أنماط النجوم. كنت أقول فكرة فحسب. طيب اول شيء خلينا نرفع الصوره هذه، شكلها صوره مقلوبه على وجهها. شكرا. اوكي
هي مستوية؟ من يهتم بهذا؟ جوزيف فيرل. معلش المعذرة منكم حبايب قلبي. يا إلهي انظر إلى وجه فيرل، أظنه يفضل التواجد في مكان آخر. هذا يكشر لما يتصور زيي. والله شفتها هناك. حلو، هذا هو المربع. طيب مرحبا، أما زلت في البرج؟ نعم نزلت للأسفل، ما أمر الصورة التي أرسلتها؟ سأشرح لاحقا، فلتخبرني بطريقة الترتيب. حسنا، الدلافين لريتشارد وانت، الرمح الثلاثي لجوزيف فاريل، والثنائي بالمقبض لويليام ميز. ابقى في مكان فيه طيب استقبال قوي، سأحتاج مساعدة. نيثان هل عثرت على الكنز؟ ليس بعد، لكن لدي لغز ميكانيكي أحله. ويليام ميز، دقيقة. أوكي، ميس اليدين وفيرل الترايدنت والدلفينين ليونت. طيب هنشوف هنا. ريتشارد وانت كان قبطان سفينة دولفين. يبدو أنه وبلدريدج كان في مسابقة أفضل شعر مستعار. ماذا يحمل هذا التمثال في لوحة مايس؟ كان اسم سفينته بيرل، لذا ربما لؤلؤة؟ حرفي جدا. ماني شايف لك مربع. ايوه هذا هو. هيا بنا. حلوين. والله الغاز حلوه، بس يا اخي حسنا مره مسهلينها، ليش كذا سهل الموضوع؟ غريب. طيب خلينا نشوف هنا، نرتبها من هنا وبعدين نرتبها في نفس ال ها؟ لسه كنت بقول سهلة، نكبت نفسي ولا ايش؟ هذاك اتورطت يا ابو احمد. يا ربي على الورطة. ميس دقيقة، أظن ترتيب الصور وانت في النص، فيرل وميس في اليمين واليسار. طيب كيف؟ أيوة ميس جيبه يسار. ما اقدر احطها. طيب اوكي، قلنا خلينا نتذاكى شوية على اللغز، لكن طلع واذكى مننا. لكن والله مانيش عارف كيف، والله مانيش عارف، والله ما ادري. والله ما ادري، خلينا نروح للجهاز ونشوف. قعدت والله نقيت في الهرجة، قلت اللغز سهل، طلع ورطة يا حبيبي. دقيقة، في شيء مو واضح صراحة. دقيقة، طيب اوكي خلينا نخلي كده الدلفين الاسود في اليمين، نجرب. والأسهم على نفس الدلفين الأسود ما في. طيب كيف هذا الوحيد اللي هيكون مرة مختلف عنه؟ لا يا أخي والله أشوف الطرف اللي هنا اللي فوق في نجمة، أعتقد كده صح. اليدين على تحت، الأسهم أو الترايدنت على اليسار، والدلفين الأسود على اليمين. طيب أيوة كفو. هيا هذا ايه ده كمان شيء تاني. اذا ما لدينا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بل اعرف، ولكني اريد 9 10 11 12. فعلا 12 قرشان. قرشان طبعا، قلتها بالشين قرشان. ادوارد انجلاند.
يا أخي والله العظيم بدأ الموضوع يصير صعب. أوكي. يزيد البصرة. يزيد البصرة. قريب. مغولي. انتظر، ليس المغول هم من سرقهم إفريم؟ الشرف بين اللصوص. يزيد البصرة. وكأن الأمر هكذا. إفريم. طيب أوكي. هذا محروق اللوحة حقته. أي. بلاسم. زي الرجل يبدو مغربيا. ايوه هذا ايه شفته. وجدت النجوم، لكن من انت؟ لا اعرف هذا الرجل. يبدو اصغر من القراصنة الاخرين. حتى هذا ما عنده اسم. طيب ايوه هذا هو هذا كوشتك كوشتك واربع. معلش النظر عندي على قدي بس يلا مش حالكم. طيب يعني فعليا الابراج نفس عدد القراصنة اللي كان متفق معاهم شو اسمه ده توماس تو. هنا ايفري. ايوه ايفري مو توماس تو. دقيقة خلينا نشوف هنا. يجب ان نقدر على اكتشافهم. طيب بما انه هذا اللي على الاستفهام فوق في ثلاثة اطراف، يعني هذا وهذا اظن متطابقين. يعني هذا سويبه كده وجيبه هنا رمز القرد، وهذا كده. افتينا. ما تبطل تكيس انت ها؟ كيس بس. طيب خلينا نجرب نحط هذا كده ونجيب هذا كده نحطه هنا. النمر خلي مشقلب ونجيب هذا كده على القرد يمكن. طيب قلنا القرد كيف هيكون شكله؟ دقيقة. طيب هيكون دماغه على تحت. هذا ايش الشكل؟ اوكي التنين هيكون دماغه على اليسار والميزان. طيب تحت يسار تحت تحت. طيب تحت يسار تحت تحت. ها دقيقة. ايوه حلو. ماذا نواجه؟ لا اعرف بعد. ربما نرسلها الى يا ليل. ايش اللغز اللي في وسط لغز في وسط لغز في وسط لغز؟ مجرد رأي. واحدة. طيب الثانية والأخيرة. صور زي الناس. ايوه نرى ماذا لدي. أتعرف إن هذا يبدو. انتظر. ماذا تفعل؟ التقطت الصورة توّا. أمسك. لم يكن لدى أتباع إيفري هواتف ذكية، ها؟ طبعاً. فغالباً هذه وسيلتهم للوصول للدليل التالي. هذه أدلة. نعم، أرني. جمعها تطلع خريطة طبعاً. ولا. ها. حسن. يخرب بيت ذكاك يا إيث يا نيثن. وهذه تبدو كخطوط العرض. نعم. أعتقد أننا سنحزم حقائبنا ثانية يا فتى. ماذا؟ روديوس كودلسنشا. ايش هذا؟ ايش قلت انت ده؟ دوبك كودياس كوس كا دينشا. ايش هذا؟ نيت
لما لم أرى هذا من قبل؟ يا إلهي كف عن التعامل بعبقرية. عم تتحدث. انتظر سام، معك الصور؟ أخش أنا أتصل بما كنت أظن أنه هاتف صالبا، ولكن انظروا من يرد. أهلا شت تورطوا. مرحبا ريف. مرت فترة، كيف حصلت على الرقم؟ كتبه صالبا أثناء إحدى الحفلات؟ أتمنى لم أكن لأتكلف الكثير عندئذ. لا لا دفعت وصلوا كثيرة للعثور عليكم. أجل آمل ألا تكون دفعت الكثير في مسألة إيفري، إن المنافسة شرسة. نعم قمت ببعض الأشياء البارعة هناك، لكن المهم هو من سيصل إلى كنز إيفري أولا. يبدو كريهان. ني تعرف حبي للمغامرات، لكن شريكتي فإنها تفضل تخفيف المخاطر غير الضرورية. تخفيف المخاطر، هذه تخفيف المخاطر. تغيرت الأحوال كثيرا. اسمعني سأقدم لك عرضا لمرة واحدة. اترك كل شيء. ايش اللي اترك كل شيء؟ حياتك. وسأتسامح وأنسى. حلوة دي. إن هذا يبدو عرضا مغريا يا ريف، لكنني عادة لا أقوم به. ما راح أسوي زي كذا. أبدا ما راح أسوي زي كذا. بروديس كود لسنشيا للعدل والحرية. صورة جميلة. أح. جيد. اخترقت هواتفنا. وأنت سرقت صليبي. اسمع يا نيت. إن كنت بنصف الذكاء الذي تظنه، فستقبل عرضي. ما رد؟ رغم سعادتي بالتواصل معك، ولكني سأرد على هذا الاتصال. حسنا نيت، شيء آخر. نيت. ماذا؟ أنت تعرف أن هواتفكم بها نظام تحديد المواقع، صح؟ أحي. دعني أخمن، مسلحون أتون إلى هنا؟ طبعا للعد والحرية. نيثن هل تفهم معنى هذا؟ اسمعني، ابتعد عن الشوارع الآن وحطب هاتفك. ماذا يحدث؟ كيف يعرف مكاننا؟ أيوة سام. خلاص فات الأوان يا حبيبي. طيب الله يعين على القروش اللي راح تصير برا، في كلام فاضي راح يصير دحين. ايوه في اي لحظه هيخش من الباب، في اي لحظه هيخش من الباب. دربريج انتوا بعقلكم تخرجوا من الباب مباشره كده؟ صلي. طيب أظن أن هذا برج سام. ول برج سام بالتأكيد. هيا من هنا سريع. المعذرة. سريع وخر، يعني وقته تنزحمه دحين. يلا يا لطيف ابلع قنبلة، ابلع انت وهو. فقع قطع عنده جوا. الله ما فايدة.
طيب انا كيف اوصل لهناك؟ انا باقوم يعني. ابلع. وي وي دعس خويه لابلة دعس خويه. اية متعة يا راجل، ايش القروشة دي؟ اطلع. ابلع ابلع ابلع. ايش القروشة دي؟ قروشة على الاخر. طيب اوكي اوكي. ادعس ادعس. اهم شيء لا تدعس الناس، ما لهم شغل. اها غشيم سواقة. يا ساتر حنموت 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 حنموت. وي 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 وي. وخر السيارة أم. والله قاعد أخشخش. وي وي. الناس الناس الناس. وال طيب فين نروح؟ معقول من هنا؟ اخ يا شيخ على القهر. طيب شردنا اخيرا شردنا. ول يا شيخ على القروشة. طيب حلو حلو، اتخرجنا من الطيح الطين دي. ويا لطيف. يا ساتر يا ساتر، صرنا نمشي فوق بيوت الناس. البرج اللي فيه سام. انظر اظن ان هذا هو هناك. اه على الدباب. تماسك. وماذا تظنني افعل؟ من جد كيف نوصل له ده؟ من هنا؟ ايوه ما يمدينا من هنا. معلش اعذرونا على السواقة التعبانة يا جماعة. أترى طريقة للوصول
حسام؟ ليس بعد، لكن الطريق سينتهي فتى. أعرف أعرف. تولى القيادة. يا لطيف، أكلنا هوا أكلنا هوا. شعبت موتنا وي أي موت. اوكي تخلصنا من واحد. اوكي ابلع. في واحد ثاني كان هنا. نطلع نطلع ان شاء الله نطلع. شابتر مره صعب يا جماعه والله. ابلع ابلع ابلع. حل حل شغل البلاه حقكم ده. ابلع جدة كان دحين ألبوم أدعسكم دحين. أبلع موتنا. حنموت مرة ثانية كمان. أملا أبلع خلا يجينا نودع. شوف من سيارة لسيارة. اوكي طلع الوضع زي كده. اوكي حلو ادعس وجهك انا. ابلع عصابة الدبابات يا ساتر. ماني قادر ادعسهم. ابلع ابلع. ابلع. اطلع اخلص. الدباب اسرع فعلا. ويو يا ساتر ايش صار؟ حنموت؟
متنا؟ طيب ايش؟ الوه السيارة حتنفجر. الوه سريع سريع. طيب كيف ابتعد؟ الو امسك فين؟ مستحيل ان ينجو من ذلك. ابلع يا الله على الطراد، يا الله علينا. اركب معي هيا. يا ساتر يا ساتر. خرب لكم السيارة اوريك. يا ساتر والله مرة قريب. عشوة ايش السيارة القوية دي؟ يا الهي واه. يا ساتر يا رب. اللعنة والله اللعنة. ايش ده؟ انت بخير؟ نعم. فلنرحل عن هنا. وي على كده يا ساتر يا ساتر. والله الاحداث طلعت مدغشقر وخديج الملك مره صعبه. طيب كويس سوليفان وصل قبلنا. بس كيف عرفتوا المكان وانتوا رميتوا جوالاتكم؟ ايش البطاقة آمنة؟ نعم حسنا. ولا متفقين على المكان ده من اول ولا ايش؟ مش فاهم انا. مش فاهم مكانه ولا ايه؟ طب ما انتك الصحة. الو تبدو شفرة بسيطة للرب والحرية. شعارهم اشاراته النعيم. لا اصدق اننا لم ننتبه. قد خرجتما من الموقف بخير. بصعوبة. عثرنا على ليبرتاليا. ليبرتاليا ايش هذا ليبرتاليا؟ ماذا؟ ليبرتاليا. يبدو ان ايفري عثر على مستعمرة القراصنة. انها اشبه بارض الاحلام للقراصنة. حسنا لكن ماذا عن الكنز؟ بتتابع الاحداث كان هذا المكان ملاذا لمئات او ربما الاف من القراصنة. تشاركوا في كل شيء، الممتلكات، الموارد، المال. احتفظوا به في مبنى كخزنة مشتركة. حسنا اذا ان هذا المبنى او الخزنة المشتركة هنا. تلك الجزيرة في شمال شرق خليج الملك. شمال شرق خليج الملك صحيح، لكن عندما يكتشف ريف هذا سنكون في طريقنا الى ليبرتاليا. اؤكد لك هذا الكنز اصبح تحت سيطرة ايش؟ احيه. ما اخبار مهمة ماليزيا؟ شت على الموقف. يبدو انك ابتعدت عن مسارك. شت على الموقف يا جماعة، شت على الموقف. الامر ليس كما يبدو. حقا، لان ما يبدو لي هو انك تبحث عن كنزي هنري افري المفقود. ما قال لها في البداية، قال لها رايح ماليزيا. جنود شورلاين الذين يملؤون البلدة، فأنت لست الوحيد الذي يبحث عنه. حسناً، أنا أظن أن الأمر كما يبدو إذن، لكن يمكنني التوضيح. ما أقوله سيبدو جنونياً. إيش الإحراج ده؟ ولا شو كيف تتكلم مرة بقساوة؟
هذا سام، سام دريك، إنه أخي. أهلا. والليل الموقف مرة يعني يوتر بقوة. أنا آسف، ظننت أنه مات في سجن في بنما، لكنني كنت مخطئا. ظل سجينا 15 سنة وهذا بسببي، والرجل الذي هربه من السجن يريد أموالا كثيرة، وسبيل السداد هو كنز إيفري. من جد اتفاقه مع الكزار. حسنا هي أننا وجدنا الكنز، إنه على جزيرة بالقرب من الساحل. حسنا كفى، هل كانت هناك مهمة في ماليزيا؟ هو الموقف عندها الكذب. حسنا أرجوك انتظر، انتظر يا إلينا. لم أعد أفهمك. أردت أن أخبرك. كفى كفى. أردت ذلك، لكن كيف كنت سأفعل؟ لا أعرف، قل الحقيقة. كان علي أن أحميك. هذا كذب يا نيت، أنت لم تكن لديك الشجاعة لتواجهني. عرفت أنك ستتصرفين هكذا. وكيف كنت ستتصرف؟ لقد كذبت علي لأسابيع. والله مرة مدة طويلة ترى. لم أكن حتى سأعرف، ولأول مرة أعرف أن لك أخا. شيت، من أنت؟ كذبة ورا كذبة يا ساتر يا ساتر. الكذب حرام يا جماعة الخير، لا تكذب. الأمر مختلف هذه المرة، يجب أن أنقذه، لا أهتم حتى بشأن الكنز. رأيت تعبير وجهك عندما دخلت الغرفة. إن كنت قد انتهيت من الكذب علي، فلا تكذب على نفسك. والليل والليل، سألحق بطاقتك. والليل، قم بما عليك فعله. يو بكيت يا الله على الموقف اللي زي الزفت هذا. هذه كيف وصلت هنا أصلا؟ كيف عرفت؟ ماذا تفعل؟ لا تتركها. نحن لن ننتهي. إذن فلننتهي الآن. من جد؟ ربما هناك طريقة أذكى لإنقاذ سام. ما هي؟ نوفر هوية جديدة له، أو نجعله يختبئ في مكان ما مثلا. لقد سجن طويلا، لن يقوم بالاختباء ثانية. حسنا لا مشكلة، اذهب أنت إلى زوجتك وسأذهب أنا وسام إلى ليبرتاليا. من دوني؟ ستتسبب في موتكما معا يا شيخ. يا فتى، أقوم بهذا الأمر منذ مدة، ربما يمكنني المساعدة. هل تريد أن تكون مفيدا؟ هيا اذهب وراقبها. هو مسؤول عن زوجتك، أنت اللي مسؤول عن زوجتك، تسوق أمها يا نيثن. كما تريد. يا الله على الوضع اللي زي بتاع المكور كده، المكعبر اللي مو كويس. الله يسامحك يا سامي، ايش الموقف اللي انت حطيتنا فيه ده؟ هلا احزم حقائبك. يا ربي على الموقف. طيب يا جماعة الخير، اظن انه هنا هتكون نهاية الشابتر ده. ايوه زي ما توقعت، بدأنا ندخل على شابتر 12. يا نيثان. ماذا؟ منطقة أرضية. طيب يا جماعة الخير، خلاص نوقف هنا، ننهي الحلقة رقم 8. أتمنى الحلقة نالت على إعجابكم يا حبايب قلبي، وإذا ما كنتم مشتركين وعجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة وحطوا زر اللايك، ونشوفكم في حلقات جاية. وبيس أوت.